بسم الله. بعد ما عملنا الفورم بتاعتنا عايزين نعمل الفانكشن بتاعتنا بقى اللي هتعمل بروسيسنج للداتا اللي جايه من الفورم. هشتغل على جي كويري. طبعا لازم نسمي اسم الفورم الاول. احنا كنا مسمينها اسم، لا لازم نديها اي دي فورم. هديها اي دي مثلا وليكن كانتري فورم، ماشي كابيتال اف كانتري فورم. يبقى الاول عشان اكسس هعمل ايه؟ الدولار ساين وما بين دبل كوتيشن دول كتبت ايه؟ هاش كانتري فورم. كده خلاص انا بكلم الكانتري دوت سبميت. ده الاكشن اللي بيحصل، يعني اول لما اليوزر هيدوس على زرار السيف تشينجز، لان هو كان زرار السيف تشينجز احنا غيرنا التايب بتاعه وخليناه سبميت. اول ما يحصل هيبقى في عندي حاجه اسمها ايفنت. الايفنت ده انبوت، الايفنت ده هيبقى شايل كل حاجه خاصه بالفورم. خلاص كده هشتغل عليها بقى ما بين الايه في الفانكشن دي، في الكول باك فانكشن اللي احنا عملناها دي. يبقى ايه؟ يبقى كده انا ربطت خلاص في زرار السبميت بتاع الكانتري فورم. خد بالك عشان الطريقه دي هنمشي بيها ايه في كل ايه في كل باتن في كل فورم ببساطه جدا. وبقى كده بتحكم في الايه في الباتن بتاعي. فايفنت دوت بريفنت، بريفنت يعني رفض. خلاص الديفولت يعني ايه؟ زرار السبميت دوت يا شباب هو مختص بارسال القيم اللي موجوده في الكلاينت سايد ارسالها للسيرفر سايد. هو مهمته كده لما اقول له ايفنت دوت بريفنت، ايفنت دوت بريفنت ديفولت، معناه ان هو مش هيعمل سبميت. انا اللي هعمل سبميت او ما اعملش سبميت. خلاص كده انا لغيت الايه الوضع الديفولت. انا عايز بس استغل اليو ار ال اللي انا كاتبه في كذا مكان، فخايف ان هو اليو ار ال دوت يتكرر معايا، فممكن اعمل فاريبل يبقى شايل السيرفر، اسم السيرفر اللي عليه الاي بي ايز مره واحده، وبستغله بقى لسه في حاجات كتير جوه نفس الصفحه، لان السيرفر بتاعنا هيفضل واحد. فانا اخذت كده بس اللي هو اتش تي تي بي لوكال هوست كولون 4 3، ده السيرفر اللي عليه السيرفر اللي عليه الايه اللي عليه الاي بي ايز. وبعد كده هنادي على المين يو ار ال اللي انا عملته ده، زائد بقى جيت مثلا اول كاستمرز، وبرده هستغله في الفورم. خلاص بقى ده المين السيرفر بتاعي، او هسميه مثلا ايه الاي بي اي المين يو ار ال. ماشي طيب نو بروبلم. الاسم ده خلاص بالنسبه لي هيبقى شال اسم السيرفر، انا حطيت فيه كانتري كاستمرز على اساس ان كلهم بيتكلموا مع نفس الاي بي اي بالشكل ده. وطبعا حتى في الاكشن بتاع الفورم هشيله، يعني في الاكشن بتاع الفورم برضه هشيله، بحيث انه يبقى مكتوب ما بعد اسم السيرفر بس، عشان ما اقعدش اكتبه في كل حته كتير، ولو اتغير بعد كده وغيرنا اسم السيرفر بقى اسم دبليو دبليو دوت مش عارف ايه، هضطر اعدي في كل البروجكت والف على كل الداتا دي، صعب عليا. حتى الدومين شيله، معلش شيل اسف شيل اللي هي الكنترولر اللي احنا بنسميه كنترولر، خلي بس اسم السيرفر، بس السيرفر اللي هو بتاع شال الاي بي اي. كانتري كاستمرز على جيت اول داتا ماشي، كانتري كاستمر على مش عارف ايه ماشي، كانتري على كذا ماشي، كاستمر على كذا ماشي، مش مشكله، بس خليني بس محتفظ باسم السيرفر عشان اغير اسم السيرفر مره واحده فقط لغير. خلاص فانا عملت اي بي اي مين يو ار ال او سيرفر يو ار ال، حطيت فيه اتش تي بي نقطتين او كولون ولوكال هوست والبورت. خلاص كده انا بس هستغل اليو ار ال دوت في استخدامات كتير، عشان مش كل مره اكتبه بس، بحيث اما اجي اغيره بعد كده بشيل ده بحطه بكل حاجه بتقوم تمام، يبقى غيرته في مكان واحد. جوه بقى عملت var form، عملت عرفت variable اسمه form، وعملت ايه علامه الدولار، علامه الدولار ساين وزيس. زيس دي اللي احنا فيها اللي هي الفورم. خلاص بقى كده الفورم، اما اقول اسم الفورم ده، ده بالنسبه لي اسم الايه، اكني بتكلم مع الفورم كلها. كوما عرفت variable اسمه country، وده بقى هيروح على الكانتري. طبعا ده لازم يكون اي دي، اكني باكسس بالاي دي. فالاي دي كان متسمي كانتري دوت فال، يبقى هيجيب لي منها هيدور على الاي دي اللي اسمه كانتري، يجيب لي منها القيمه اللي اتكتبت جواها، الكلمه اللي اتكتبت جواها. وعملت فاريبل اسمه نوتس، نفس الكلام بالظبط، هيروح ينادي على الاي دي اللي اسمه نوتس، كنا مسمينه كده دوت فال برضه، يبقى هيجيب القيمه اللي اتكتبت في النوتس، هيجيب القيمه اللي اتكتبت في الايه في الكانتري. وبالطريقه دي بوصل لكل قيمه موجوده عندي على الانترفيس او في الفورم بتاعتي. وهعمل بقى حاجه اسمها يو ار ال. اليو ار ال دي طبعا اللي هو عباره عن اسم السيرفر اللي احنا سميناه اي بي اي مين يو ار ال، بلس جنبيه الايه الاكشن اللي كان موجود في الفورم، الاكشن اللي كان موجود في الايه في الفورم. فاكرين الاكشن كنا حاطينه في الفورم بتاع الاتش ميل، فانا اقول له بعد السيرفر روح على الفورم اللي هو الفاريبل اللي احنا عرفناه من شويه، هات لي منه الاتريبيوت اللي اسمها اكشن. مش الفورم ده كان تاج، الاتريبيوت بقى الاتريبيوتس اللي جوه التاج، التاج ده انا عايز الاتريبيوت منه اللي اسمها اكشن. فهيجيب القيمه بقى اللي موجوده كانت جوه الاكشن ويقوم لازقها بعد السيرفر نيم. يبقى بعد السيرفر نيم هيجيب كانتري كاستمر سلاش كرييت كانتري ولا ايه.
كده بقى عندي مين؟ الفورم والكانتري والنوتس واليو ار ال كلهم جاهزين. انا بس جبت الداتا كده وظبطت اموري. طيب عارف اعرف فاريبل اسمه بوستنج. البوستنج ده بالنسبه لي اللي هو هيروح بقى اللي هو اللي انا عايز استغله في ان هو يعمل بوست على السيرفر. وعلامه الدولار ساين دوت بوست، ودي بالنسبه لي عمليه البوست اللي هتروح على السيرفر زي ما عملنا لكده العلامه دي وكتبنا جيت بدل كلمه بوست. اليو ار ال اللي هيرمي عليه قلت له هو اليو ار ال كوما، قال اديني الجيسون داتا اللي هبعتها للسيرفر. قلت له الجيسون داتا عباره عن الكانتري كولون والقيمه. فكانتري ده ايه؟ في الجيسون ده الاي دي بتاعي والفاليو بتاعته هي الفاريبل اللي اسمه كانتري اللي احنا عملناه فوق. طبعا لو كان عندي بقى بعد كده نوتس كنت هاخد ايه كوما واللي بعده كوما واللي بعده كوما واللي بعده. انا بس خلاص هو ده اليو ار ال ودي القيمه اللي انا عايز ابوستها هناك. خلاص لما البوستنج ده بيتبعت طبعا ممكن يريتريف ليا داتا. انا عايز اعمل ايه؟ الفاريبل اللي اسمه بوستنج اول لما يفنش يعني يبعت والرد يجيله وكله يبقى دن كله تمام، يعني بعت للسيرفر والداتا جت وكله 100 100. عايز اعمل ايه لما يحصل دن؟ ابدا اطلع المسج اقول له اضاف او ما اضافش، بس مش اكتر من كده. فالفاريبل اسمه بوستنج هقول له دوت دن لما يحصل لك دن. دن يعني ايه؟ يعني بعت للسيرفر والسيرفر رد عليه، يعني الاي بي اي ردت عليه بنتيجه. فهترد عليه بنتيجه، سميت النتيجه اللي ريتريفد دي سميتها ريس اللي هي ريزلت يعني، وعملت ايه ارو فانكشن. فهقول له اف ان الداتا اللي جايه لي دوت سكسس. خدوا بالكم كنا بنبعت من الاي بي اي سكسس والقيمه بتاعتها والمسج. فانا الداتا جايه لي فيها سكسس وفيها مسج، لان انا الداتا جايه لي فيها المفروض مش داتا، المفروض بس ايه المفروض تبقى ريس. انا بس عايز اكسس المسج واحط فيها قيمه. فاقول له بص مسج المسج دوت عايز افضي القيمه فيها لو كان فيها مسج قديمه، لان ممكن يكون جرب اكتر من حاجه. فقول دوت ام بي تي عشان افضي الايه اللي موجود في التاج اللي هو السمول اللي كنت مسميه مسج. دوت ابند يعني عايز بعد ما افضيها هضيف جواه ايه؟ هقول له عايز اضيف جواه مثلا طبعا هي اسمها ريس مش داتا، ها عشان احنا كنا ايه الريس احنا سميناها ريس. خلاص ريس دوت سكسس. عايز بقى ابند ايه في المسج اللي هتطلع الريزلت اللي جايه لي بس دوت مسج. يبقى انا جاي لي مسج من الاي بي اي وجايه لي حاجه اسمها سكسس. السكسس لو شالها ترو هحط المسج بتاعتي، إلس معناها ان السكسس كانت جايبه فولس. في الحاله دي هطلع رساله اقول له لا والله حصلت مشكله والكانتري ما اتضافتش، والكانتري ايه ما اتضافتش. يبقى ريس هنا هي نتيجه اللي راجعه لي فيها حاجتين احنا محددينهم السكسس والمسج. لو كان سكسس ترو ببعت بجيب المسج على طول. طب إلس قلت له والله نو داتا سيفد، مفيش بيانات اتسيفد، بليز تراي اجين لان في حاجه حصلت والبيانات ما سيفتش على الاي بي اي. خلاص طيب كده تعالى نعمل بقى ايه، نخش على كانتري اد كانتري وتعالى نضيف الاسم اي اسم. مثلا احنا كنا ضايفين ايه؟ كنا ضايفين سعودي اريبيا وكنا ضايفين ايجيبت. طيب مثلا نضيف مثلا كويت ما سوريا ماشي. وسيبك من النوتس، كده كده النوتس مش هتتبعت على سيرفر ولا حاجه. طيب النوتس مهما كتبت او ما كتبتش احنا ما بنبعتهاش على السيرفر والسيرفر ما بيستقبلهاش. ندوس على سيف تشينجز ما غيرش حاجه. طب ما غيرش حاجه يبقى الدنيا ما اشتغلتش. طيب ما بيحصلش اي حاجه يبقى انا كده اعمل مثلا انسبكت كده او نعمل ريفيشن نشوف بس اتبعتت ولا ما اتبعتتش. لا ما فيش بلد اتبعتت. كليك يمين كده وانسبكت نشوف الكونسول في اي ايرورز. اه في ايرور عندنا. الايرور ده عباره عن ايه؟ ماشي. الايرور عباره عن ان هو ما لقاش اليو ار ال بتاعنا او السيرفر ما 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 شافش السيرفر خالص. طب انا شيل الثلاث نقط دول مش مشكله طبعا عشان ما ننساهمش، المفروض كنا بس بنجرب بيهم حاجه. اليو ار ال بتاع كانتري كاستمرز على 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 كانتري كرييت ما وصلش. طب انا فين كنت بجيبه؟ اهو الاي بي اي من يو ار ال وكنت بجيب من فورم دوت اتريبيوت دوت اكشن. فبجيب الاكشن اتريبيوت منهم. طيب هنا مش ظاهر معايا. هنا مش ظاهر معايا الحته دي، يبقى الحته دي اللي فيها عيب اللي هي فورم دوت هات من الاتريبيوت اللي اسمه اكشن. ما ظبطتش معايا الدنيا كويس. طيب اعمل ايه؟ تعال نطبع الفورم دوت اتريبيوت اللي اسمها اكشن بس اليرت بيها كده بس اشوف جابت داتا ولا ما جابتش داتا بس عشان ابقى عارف. ولا هي يعني العيب فيها ولا ايه المشكله؟ فعملت اد كانتري ادخل اي اسم مثلا سوريا وسيف تشينجز كده قال لي اندفايند.
undefined معناها ان ما جابتش، يبقى عرفنا المكان اللي فيه مشكله، يبقى اليو ار ال ما كملش. اليو ار ال بالنسبه لي ايه؟ ما كملش بسبب ايه؟ ذس. ما اعرفش المفروض كانت تشتغل معانا، يبقى ممكن تكون ذس ما سمعتش في الفورم مظبوطه. خلاص طيب لو جربنا ذس كده دوت اتريبيوت دوت اكشن، تعال نشوف، او احط على طول الفورم اي دي واخلص. يعني لو حطيت كده بدل ذس الفورم اي دي، ايوه اللي هو هاش والفورم اي دي بس ما بين دبل كوتيشن، حط دبل كوتيشن والاتريبيوت بتاع الاكشن. تعال بقى نجرب كده بالطريقه دي بالاي دي بتاع الفورم ونجيب منه الاتريبيوت، نشوف قدر يجيب الحاجه ولا ما قدرش، يعني قدر يجيب اليو ار ال اللي هو بقيه اليو ار ال بتاعنا في الفورم ولا لا. نكتب اي بلد مثلا، انا مش عارف اوصل بس لان فاتح على موبايل، ف طب اقفل خليه عادي ويب. ماشي اخترنا سوريا، سيف تشينجز، قال لي اليو ار ال اهو جاب. قلت له خلاص يبقى العيب بس في الحته دي، خلاص نخلينا بالاي دي بتاع الفورم وبعد كده نقول له ايه؟ نقول له هات الاكشن منها. فاخد كده اهو كات على طول، حتى احطه فين؟ احطه فوق في اليو ار ال بتاعي بحيث ان انا اتاكد ان اليو ار ال كده كمل، واشيل بقى المسج دي او الاليرت دي. كويس كده المفروض اليو ار ال كمل بتاع الاي بي اي. تعالى بقى ندخل بقى سوريا وندخل اي نوتس، سيف تشينجز رد عليا وقال لي ايه؟ ما ردش عليا ولا حاجه. طب نشوف الانسبكت اتبعتت ولا ما اتبعتتش، خش على الكونسول، في عندي ايرور المسج فيها مشكله في الداتا، رجع لي مفيش مسج. طيب امال كانت ايه على الاي بي اي؟ تعالى نعمل ريفريش في الداتابيز، نزلت في الداتابيز صح، بس المسج اللي راجعه هي بس اللي فيها مشكله. قلت له ماشي مفيش مشكله في المسج اللي راجعه، المهم ان هي سيف جوه الداتابيز، تعالى نظبط المسج اللي راجعه. هي الاي بي اي كانت بترجع ايه؟ رجعت على الكود بتاعي، انا كان عندي ام اس جي ام تي وابند وريزلت دوت ام اس جي وكله تمام. كنا ناسيين علامه الدولار ساين بس عشان يعرف ان ده اي دي سيلكتور يعني. تعال نرجع بقى المره دي سوريا متضافه وايجيبت وسعودي اريبيا. طيب نقفل بقى كده وتعالى نفتح الكانتري مش كاستمر، ايوه، وتعالى مثلا نضيف بلد تانية وليكن مثلا الكويت مثلا. واي نوتس او من غير نوتس، وي سيف تشينجز، طلع لي كانتري اي كرييتد سكسسفلي. طب تعال نشوف الداتابيز عندنا في المونجو، كلام جميل، الكويت نزلت، يبقى قدرنا نخلي الفرونت اند نرسم فورم جميله وبتبعت بالايجاكس على الاي بي اي وبتريتريف الداتا، بترجع لي الاي بي اي بترد عليا وباخد الرد اللي عملته وبعرضه في في الفورم بتاعتي وطلعت الرساله وكله تمام. وطبعا لو عملت ريفريش ادينا شايفين السورية نزلت، عملنا ريفريش في عندي سعودي اريبيا، عندي ايجيبت، عندي سوريا، عندي كويت، كله بينزل والداتا اللي عندي بتتعرض. لو ملينا بيانات الكاستمرز هتبدا البيانات بتاعتي تطلع زي ما كنا بدانا في فرونت اند بدون باك اند، دلوقتي بقى باك اند ويجيب لي الداتا مظبوطه وكل حاجه وبنعرضها بشكل نفس الشكل على الفرونت اند.